السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نشوف مع بعض النهاردة أسهل وأسرع طريقة لبسكوت الشوكولاتة من غير لا سكر ولا زبدة ولا زيت، وهنشوف طريقة تسويته في دقايق في الميكرويف. وصفة سهلة جدا وتحفة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. في بولة هضيف 3 معالق كبار من شوكولاتة النيوتيلا، وتكون في حرارة المطبخ. لو مطلعاها من التلاجة هنحطها في الميكرويف لمدة 20 ثانية. بعد كده هضيف عليها بيضة وفانيليا ورشة من الملح. هخلطهم الاول بالمضرب الكهرباء او بالمضرب اليدوي لحد ما يبقى القوام سايل شوية. ده عندي القوام بتاعها. بعد كده هضيف عليها الدقيق، هضيف بالظبط بالكوب المعياري كوباية دقيق الا معلقة كبيرة. شايفين عندي القوام، هنضيف الدقيق وبعد كده هبدأ أقلبهم واخلطهم مع بعض من غير معجن خالص، يدوب بس لحد ما المكونات تندمج مع بعض كويس. هبدأ بس ألمهم كده بإيدي لحد ما أتأكد إن المكونات اندمجت كويس. عجينة البسكوت مش بنعجنها خالص علشان ما تشققش معانا بعد كده في الفرن. كده تمام، ده عندي قوام عجينة البسكوت. هنبدأ نفردها. هنرش الأول رشة خفيفة من الكاكاو، يكون كاكاو للمشروبات مش الكاكاو الخام المر. هفرده كده وبعد كده هفرد فوقه عجينة البسكوت حسب السمك اللي انت عايزاه. انا هعملها بسميكة شوية، لو انت حباها بسمك اقل عشان تستوي في دقيقة بس في الميكرويف. هنبدأ نقطعها. لو هنستخدم قطاعة او السكينة، انا هستخدم السكينة على طول. طريقة سهلة جدا، البسكوت مش هياخد مننا 5 دقايق وهيكون جاهز معانا. انا جهزته بيه السمك ده. بعد كده هنرص الصينية، سواء صينية تيفال او بايركس او طبق بورسلين. انا هستخدم الصينية اللي بتيجي مع الميكرويف. هضيف عليها الاول ورق زبدة وبعد كده هنرص البسكوت وهندخلها الميكرويف. ده ميكرويف LG، عملت عنه ريفيو قبل كده معاكم وعملت وصفات كتير. احنا هنستخدم المرة دي الميكرويف بس مش الفرن. هنظبط الميكرويف لمدة 2 دقايق. السمك اللي احنا عملناه في البسكوت هياخد 2 دقايق بالظبط على ما يستوي في الميكرويف. لو عملتها بسمك اقل هياخد 1 دقيقة بس او 1.5 دقيقة حسب سمك البسكوت. تحفة جدا وبيبقى هش شوية وطري من جوه. بصراحة انا عندي الاولاد بيحبوا جدا طريقة البسكوت في الميكرويف عن الفرن، بيحبوه يبقى طري شوية كده، بيبقى عاطي او قريب جدا لطعم البراونيز. جربوه في الميكرويف هيعجبكم جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم.